مرحبا، أنا بشار العلاوي، متطوع مع مؤسسة أتسيد. اليوم سأتحدث عن تحديث الحملة وأهميته وآلية تحديث الحملة حتى تبقى حملتك فعالة. ومن أجل مشاركة آخر تطوراتك مع المتبرعين، يجب عليك أن تقوم بتحديث حملتك بين الحين والآخر، وذلك يكون عن طريق رفع صورة أو فيديو أو نص تتكلم فيه عن آخر تطوراتك. وحتى تقوم بذلك، يجب عليك أن تذهب إلى الحملة ثم إلى Story Updates. مثلا نحن الآن في الحملة وأنا ضاغط على Story Updates، أقوم بالكتابة هنا وإضافة تحديث على حملتي. مثلا بعد أن أقوم بالكتابة أضغط Add Story Update ثم أضغط Save من أجل حفظ الخطوة. ويمكن أيضا رفع صورة أو فيديوهات في قسم الصور أو الفيديوهات. إذا أردت أن أرفع صورة أضغط Upload Photos Video وأختار هنا Choose وأختار الصورة ثم أقوم برفعها وأضغط Save. إذا أردت أن أرفع فيديو أضغط Upload Videos وأقوم باختيار فيديو بالضغط على Choose، ثم بعد أن تنتهي عملية التحميل أضغط على Save من أجل حفظ العملية. شكرا لكم.